نروح دلوقتي معانا على التليفون نجم نادي الزمالك والمدرب العام السابق لمنتخب مصر النجم الكبير الكابتن طارق مصطفى. تحياتي ليك يا كابتن طارق. تحياتي ليك يا أست، وتحياتي لكل مشاهدينك. و بتجيب اجوان ولا بطلت خلاص؟ لا ما تقلقش عليا، لسه فورمه. لو لعبت يوم الجمعه من السنغال ما تقلقش، ممكن اجيب اجوان. دايما يا سامر. ربنا يخليك، منورنا على قناه الاهلي يا كابتن طارق. حضرتك طبعا يعني عندنا مباراه مصر والسنغال، مباراه صعبه، مباراه مهمه، شايف المواجهه ازاي؟ بص خلينا نتفق، طبعا مواجهه صعبه، مباراتين اعتقد في تخيلي من فتره كبيره جدا ما لعبتش مباريات بالمستوى ده. منتخب السنغال فريق قوي، كل لعيبته بيلعبوا في اوروبا، بيلعبوا بشكل اساسي وفي انديه كبيره جدا. ولكن برضو انا دايما هقولها، وانا كنت واحد من اللي موجودين كلاعب في منتخب مصر وفي نفس الوقت كمدرب لمنتخب مصر، كل المنتخبات في افريقيا بيعملوا مليون حساب لمنتخب مصر حتى وهو في اسوأ حالته. فانا بشوف ان لا، المباراه تبقى قويه جدا، واتمنى من ربنا سبحانه وتعالى التوفيق يكون محالف الجهاز الفني واللعيبه كمان، وتكون المباراه ان شاء الله ان شاء الله نطلع كسبانين ان شاء الله 3 نقاط باذن الله، ومن غير اصابات ومن غير اجهاد كمان بالنسبه للعيبه عشان نوصل كاس العالم، حلمنا كلنا اللي احنا دايما الحمد لله بنتشرف في وجود مصر في كاس العالم ان شاء الله. لو كابتن طارق مصطفى مكان كيروش، المباراه دي نلعب بثلاثه في نص الملعب ولا نلعب باثنين وقدامهم واحد ونرجع للطريقه بتاعتنا 4-2-3-1، ايا من الطرق 4-3-3 ولا 4-2-3-1 اللي تخدم منتخب مصر في هذا اللقاء؟ بص خلينا اقول يا اسامه برضو عشان الناس تبقى عارفه، هي الطريقه بتبقى دايما على الورق بس، 4-3-3 4-2-3-1 هو تنفيذها في الملعب هو اللي بيخليك تعرف انت بتلعب ايه. يعني لما تلعب 4-3-3 والاثنين رقم 8 بيزيدوا من قلب الملعب، بتقلب الطريقه اوريدي بتبقى 4-1-4-1. فهو مين اللي ينفذ دي؟ مين اللي يعمل دي؟ مين اللي يعمل الدور ده؟ بالظبط كده. فانا اللعيبه وكمان هو نوعيه اللعيبه في تشكيله، يعني انا هو التشكيل خلي بالك بتاع المنتخب ثابت، ما فيهوش تغييرات كتيره جدا جدا. الفتره دي تحديدا بالذات مع كروس. ليه؟ لان الاصابات واللعيبه ما كانتش موجوده قبل كده، واللعيبه اللي هو ضمها هو تشكيل المنتخب بنسبه 99% ثابت، ما اعتقدش التغيير ممكن يبقى في واحد بس مثلا من وجهه نظره. ولكن عايز تقول 4-3-3 لازم الثلاثه بتوع نص الملعب اللي احنا شفناهم مع مستر كروش في كل الماتشات اللي هو لعبها في بطوله افريقيا. انا بقول من وجهه نظري الشخصيه لازم يبقى في لعيب هنا مختلف الكواليتي بتاعه شويه. لازم واحد عنده التكمله الهجوميه. انا من وجهه نظري يعني عشان انت بتلعب على ملعبك وفي نفس الوقت انت الاثنين اللي ممكن يعملوا لك الجزئيه ديت او الثلاثه اللي ممكن يعملوا لك الجزئيه ديت لو اخترت واحد فيهم لعب الدور ده اعتقد هتبقى في التلت الاخير للمنتخب السنغالي هتبقى عندك كثافه عدديه في ال 18 عند السنغال. انا اشوف بصراحه يعني كل الناس حتى لما بتيجي تتكلم بتقول ماني هو ماني لعيب كبير جدا جدا جدا، عندهم عناصر ثانيه مهمه برضه. انا بشوف اسامه من وجهه نظري انا كطارق مصطفى يعني كمدرب يعني انا اشوف ان ساس الباك الشمال هو مفتاح لعب منتخب السنغال حقيقه. اشوف ان لعيب قوي جدا جدا جدا، لعيب ما بيترقصش بسهوله، لعيب سريع، لعيب بيهاجم وبيدافع وهو اللي بيعمل الزياده العدديه دايما. عشان كده بتبقى الرجعه بالنسبه لصلاح فيها مشكله. مستر كروش ما اعتقدش ان هو في المباراه اللي لعبناها مع السنغال هو دخل صلاح جوه وخلى مصطفى محمد ناحيه اليمين هو اللي يعمل الدور ده شويه. وبعدين دخله تاني وبعدين نزل زيزو لعب. يعني انا من وجهه نظري عشان كده بقول لك يفرق كتير جدا جدا في اختياره للجزئيه دي عشان توقف الجنب ده اللي هو الجنب اللي هم المميز عندهم وفي نفس الوقت ان انت تستغله في الناحيه الهجوميه. طب ازاي يا كابتن طارق نلعب المباراه الاولى هنا في مصر، خاصه زي ما حضرتك بتقول احنا مش مباراه واحده، ده احنا شوطين، شوط في مصر والشوط الثاني في السنغال. بدايتنا هنا في المباراه ننزل ضغط عالي ولا نسيب الكره للسنغال ونلعب على المساحات اللي هتكون في ظهر السنغال، خاصه علشان ما نجازش في مجازفه في الهجوم ممكن نتلط بهدف؟
طيب ما هو انت عشان كده انا بقول لك اللعيب اللي هتختاره في نص الملعب هو ده هيبقى محور الاداء، تمام، عشان تخلي صلاح ناحيه هجوميه بشكل كبير جدا، عشان لما يزيد الباك الشمال تبقى انت ايه مرحل، مثلا لو بتلعب زيزو في المكان ده فبترحل مع عمر كمال عبد الواحد، فانت قفلت الجنب دوت وتستغل الحته دي بقى ان انت تقطع تلعب مع صلاح في ظهر فاز. تمام. انا عايز اقول لك يا اسامه كمان في النقطه اللي انت بتقول عليها نقطه مهمه جدا، انا لازم اقسم المباراه، انا عندي مباراتين، ايوه انا لازم اقسم المباراه الاولى حقيقة ان انا هستغل مظبوط، جمهوري تمام، في اول ربع ساعه واستغل الروح اللي موجوده عند اللعيبه واضغط ضغط عالي، لو ربنا كرمني وجبت جون ايوه لازم ده يتقال للعيبه وتبقى اللعيبه محضره ويبقوا عارفين كمان، عشان الاجواء دي انت عارف اللعيب بيبقى في الملعب ما بيبقاش سامع الجهاز الفني بشكل كويس. لو انا بتسالني عن رايي، انا اضغط اول ربع ساعه اضغط ضغط عالي جدا من قدام، خاصه الاثنين اللي في القلب عندهم اطوال وبيلعبوا بدماغهم عالي جدا، ولكن مع المرونه عندهم تحت اعتقد ان بتبقى صعبه شويه مع سرعه صلاح مع تحركات مصطفى مع زياده زيزو ممكن يعملوا خطوره طبعا. يعني بالظبط كده، طيب انا اشوف ان احنا اول ربع ساعه لازم نضغط وبعد كده نرجع تلقين ملعب تقفل عشان تشتغل على المساحات، كويس، يعني لو ربنا كرمك وجبت جون ممكن تجيب التاني وتاخد المباراه طيب 2-0 ان شاء الله. يعني من وجهه نظر الكابتن طارق مصطفى، ايه التشكيل الامثل اللي يبتدي بيه كيروش في هذه المباراه؟ قول لنا من بدايه حراسه المرمى. طيب بص انا برضو في نقطه مهمه جدا هنا عشان نص الملعب برضو، قول لي. انا حراسه المرمى الشناوي ماشي، عمر كمال عبد الواحد ابو الفتوح باك رايت، باك رايت والوينش ومحمد عبد المنعم نيم مساكين، وفتوح ماشي، ناحيه الشمال، وفي نص الملعب انا هنا بقول لك في نقطه هو لازم يبقى عامل حسابها، لو انا عايز ابدا بزيزو، بس عايز ابدا بزيزو يبقى زيزو النني السوليه او زيزو حمدي فتحي السوليه، انا المهم السوليه موجود اساسي، انا ما عنديش مشكله بقى في النني او حمدي فتحي. قول لنا ثلاثة يا كابتن طارق. انا اقول لك الماتش اللي على ملعب عشان اخد الاستحواذ العب بالنني وزيزو والسوليه والسولية قدام محمد صلاح مصطفى محمد تريزيجي ومين؟ تريزيجي تريزيجي. يعني ما تبتديش بمرموش، تبتدي الافضل بتريزيجي خالص. عارف ليه؟ ليه؟ لان تريزيجي مع صلاح في الفتره اللي لعبوها في امم افريقيا وقبل كده كمان في تفاهم بشكل كبير جدا، وانا كنت موجود مع المنتخب وعارف ان صلاح مع تريزيجي بيبقى في تفاهم غير عادي، في حب كمان، تمام، حب في الملعب ما بينهم وبين بعضهم بشكل كبير جدا. تريزيجي خبره كبيره جدا، تريزيجي عنده باور ما شاء الله، الدوري التركي دوري قوي ودوري وبدأ يدخل فورمه اكتر كمان عن كاس الامم السابقه. طبعا طبعا جايب 3 4 اجوان وماشي بشكل كويس، وتريزيجيه كمان الجمهور هيبقى ما عندوش الرهبه دي، خاصه ان انا اللي قلقني انا كطارق مصطفى ان الجمهور يكون عامل سلبي مش ايجابي، دي نقطه مهمه خلي بالك، انا مش عايز تروح تشجع قبل الماتش بثلاث اربع ساعات وتيجي يوم ساعه المباراه تروح قاعد ساكت. لا انا اتوقع في المباراه دي التشجيع هيكون من اول دقيقه لاخر دقيقه، حتى لا قدر الله لو منتخب مصر دخل مرمى هدف الجماهير برضه هتفضل على نفس المستوى تشجيع طول 90 دقيقه. طبعا ده اللي اتعودنا عليه من جمهور مصر يا سلمى، يعني ده دايما احنا متعودين عليه، ودايما عشان كده بقول لك كل المنتخبات بدات معاك، كل المنتخبات بما فيهم منتخب السنغال بيعمل مليون حساب لمنتخب مصر. تمام. كابتن طارق مصطفى المدرب العام السابق لمنتخب مصر، بنشكرك شكرا جزيلا. زي ما قال الكابتن طارق يعني هو ده من وجهة نظره التشكيل الأمثل اللي ممكن يبتدي بيه كروش، لكن زي ما احنا بنقول أيا كانت الأسماء وأيا كان التشكيل كل الدعم وكل المساندة لمنتخبنا القومي في المهمة الصعبة.